أهلا، كيفكم؟ موضوع اليوم أنا هذا الشيء كنت أبغى أتكلم عنه مرة من زمان، بس يعني كان عندي مشاعر غضب كثيرة وأبغى يعني أخذ وقتي شوية، اللي هو بر الوالدين أو اللي أنا حسمي تقديس الوالدين. قبل ما أبدأ موضوع اليوم، إذا ما سويت سبسكرايب بليز سو سبسكرايب. هذا شيء أنا لاحظته في العالم العربي وفي نشأتي والناس اللي حولي، إنه يقدسوا الأم والأب، هم يسموه بر للوالدين. أنا في رأيي أشوف إنه مرة مبالغ فيه ومرة الناس يستغلوا هالشيء. يعني من يوم احنا اطفال كذا يربونا على انه فكرة انه الام والاب هم اللي يعني يعرفوا كل شيء، لازم تسمع امك وابوك ولازم تحترمهم ولازم لازم 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 كل اشياء. يعني خلوا لك الام والاب كذا مكانة عالية مرة، اعلى منك انت كانسان، وانه كأنهم هم يعني ما يغلطوا ابدا، هم ملائكة. يقدسوا الام والاب كأنهم معصومين عن الخطأ، وهذا شيء مرة غلط مرة غلط. الام والاب بشر، لما واحد فيهم يغلط لازم يعتذر ولازم يبين لأولاده والأطفال أنه حتى هو يغلط، أنه هو إنسان، ما هو أنه يعني كامل، وأنه عادي أنه الواحد يغلط ويتعلم من أغلاطه. يتعلم الطفل أنه يتحمل مسؤولية أفعاله. لكن كثير إحنا في العالم العربي، يعني اللي أنا سمعت عنه وشفته القصص، أنه الأم والأب ما يعترفوا بأغلاطهم أبدا أبدا، ما يعتذروا. يعني أتوقع لو تسأل أكثر الناس هل أمك وأبوك قد سمعتهم قالوا كلمة آسف ولا آسفة، بيقولوا لك لا لأنه هم ما يتحمل مسؤولية أفعالهم، ودائما يلوموا شخص ثاني على أفعالهم. أو بس أنا سويت كذا لأنه أنت مدري إيش، أو أنت كذا. أكثر الأمهات والأبهات يحطوها في أولادهم، ليش؟ لأنهم ضعفاء، ضعفاء صغار، يسمعوا ويصدقوا أي شيء قالهم. إذا أمي قالت كذا خلاص هي الصح، إذا أبوي قال كذا معناته هو صح. فإذا أمي ضربتني وقالت لي إنه أوه لأنك أنت بنت ما أنت شاطرة، خلاص البنت تصدق، تقول أوه أوكي معناته أوكي أنا أستاهل الضرب لأني أنا بنت ماني شاطرة، فخلاص أي أحد يضربني عادي. فتكبر البنت وأي واحد يجي يضربها تقول عادي، لأنه ماما قالت إني أنا أستاهل لأني أنا ماني بنت شاطرة. فإذا ماما تحبني وعادي تضربني، فعادي لو شخص ثاني يضربني عادي، حتى هو يحبني. مشكلة أنه الأم والأب يسووا كذا لأولادهم، بعدين أولادهم يكبروا ويسووا كذا كمان لأولادهم، وأولادهم يكبروا ويسووا كذا لأولادهم، فيصير جيل مع جيل مع جيل مع جيل، وهذا هو المشكلة اللي عندنا. لكن أنا راح إيش أسوي؟ أكسر هالشيء. أنا ما راح أأذي أولادي وأحط فيهم السبب ولا ألومهم، ما راح أسوي هالأشياء. لسه يؤمنوا بأنه إيش؟ أنه أنا مو لازم أتحمل مسؤولية أفعالي، أنا أبدا مو لازم أتحمل مسؤولية أفعالي، خاصة مع أطفالي ما أحتاج، لأنه من حقي أنا الأم فعادي، أنا الأبو فعادي، عادي أسوي اللي أبغاه في أولادي. وهذه فكرة غلط غلط كمان، شيء مرة يعني ينرفزني، لأنه كل طفل في هالدنيا، كل إنسان خلقة ربي، وإذا الأب ما يحترم خلقة ربي اللي هو ولده ولا بنته ويضربه ولا يسبه، فأنت جالس تسب خلقة ربي، ما أنت قاعد تحترم خلقة ربي. هذا اللي عندي أقوله من هذه الناحية. النقطة الثانية اللي بتكلم فيها هي اللي نزعلت زحلت مرة. الشيء الثاني إنه في أمهات وأباء عندهم أمراض نفسية، وهذا الشيء كمان في مجتمعنا، انه الناس ما يشوفوا انه المرض النفسي انه شيء حقيقي، لانه ما هو ينشاف، ما هو يعني زي الحساسيه اللي تطلع لك او نفخ وما ادري ايش. انه الام والاب هم بشر، ما هم ملائكه معصومين عن الخطا، وهم ما هم كمان معصومين عن الامراض النفسيه حتى هم ممكن يكون فيهم مرض نفسي. ممكن الأب يكون يعصب كذا كل شوية كل لحظة، ولا الأم تكون تعصب بدون أسباب، والطفل يحسب أنه هو السبب، وفي الأخير يكون الأم تكون عندها مرض نفسي، وطول حياته هالطفل يكبر هو مصدق أنه هو فيه له شيء، وهو ما فيه شيء، ما فيه له أي مشكلة. المشكلة هي أنه الأم والأب عنده مرض نفسي،
وما أتعالج أبدا. وهذه المشكلة اللي عندنا في المجتمع أنه ما يعترفوا بالأمراض النفسية أو ما يبغوا يشوفوها، ما يبغوا يفكروا فيها، كذا يسووا أنهم أعمياء عن الموضوع لأنه عندنا مرة يعني شيمينج، إيش إنه عيب وعيب وعيب، كل شيء عيب عيب، فكل الناس يخافوا إنه يقولوا لا ما نبغى نعترف ولا نبغى حتى نروح دكتور نفسي ولا حتى إيش، خايفين إنه يكون فيهم شيء وبعدين الناس بيتكلموا عنهم ويقولوا أوف أوف أوف، يخافوا كثير، يخافوا من كلام الناس أكثر من صحتهم وصحة أولادهم. ولا عندنا أهم شيء الناس ما حد يدروا عن شيء ولا يتكلموا ولا على إننا إحنا نحل مشاكلنا النفسية. هذه مشكلة، مشكلة مرة، خاصة لو يكون في أطفال وواحد من يعني الوالدين يكون عنده مرض نفسي، فإنهم يطلبوا من الأولاد إنهم بر الوالدين، اسمع أبوك اسمع أمك واسمع أمو، قدسهم وعبدهم وزي ما يقولوا لازم تسمع أي شيء قالوا لك، هو قالوا لك سوي كذا سوي كذا، قالوا لك سوي كذا، طيب أوكي خلاص، يعني أنا ماني مالي هوية، مالي رأي، لا أنا ماني إنسان، ما عندي رغباتي، ما عندي آرائي، ما عندي هواياتي، ما عندي حياتي، لا أنا كذا ولدت بس عبد، عبد عند أمي وأبويا. ويعني واحدة من الأشياء اللي يقولوها إنه الجنة تحت رجول الأمهات، لو كانت هذه الأم عندها مرض نفسي كمان أنا صرت في الجنة صرت، يعني في أقوال كذا يقولوها مرة، يعني إنه يعني يغصبوا الناس، يغصبوهم إنه يسمعوا كلام أمهم وأبوهم غصبا عنهم حتى لو أمهم وأبوهم كانوا يؤذوهم. وهذا شيء مرة غلط، لأن أنت كذا ما تشجع الطفل إنه يحترم نفسه، أنت تعلمه كيف ما يحترم نفسه، أنت تعلمه كيف يحترم أمه وأبوه لكن ما يحترم نفسه، تعلمه كيف يكون سيء مع نفسه. إذن في نقطة ثانية أنا كمان مرة تنرفزني، اللي هي أنه أمي وأبويا ربوني واهتموا فيا وأكلوني وخلاص، معناته أنا الآن كبيرة معناته أني أنا لازم إيش انتبه لهم، لا 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 لا، هذا الشيء أنا بالنسبة لي غلط. إذا بساعد أهلي أمي وأبويا راح أساعدهم من رغبتي، من حبي لهم، مو من أني عشاني مضطرة أو إحساسي بالذنب. إيش بكذا الصورة، احنا ما وقعنا اي توقيع انه اوكي خلاص انتوا ربوني وانتبهوا لي وشربوني وانا بعدين حاتبه لكم، انا ما وافقت على هالشيء. متى وافقت على هالشيء؟ ها انا ما عندي يعني رأي اوافق ولا ما اوافق، خلاص انا ما وقعت على اي اتفاق كذا فجأة تربوني ما ادري ايش وبعدين تقولوا يلا، يعني زي انه تجيبوا خروف وتأكلوه عشان يصير دب وبعدين تذبحوه وتاكلوه، إن إيش هذا كل هذاك الحب ما كان ببلاش، هذاك مو عشان أنا أحبك اهتميت لك وأكلتك وشربتك عشان أحبك، لا 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 تحس بحب، لا أنا ربيتك وأكلتك وجبت لك وشريت لك عشان بعدين حيجي يوم وحقول لك يلا يا بنتي انتبهي لي غصبا عنك. تشوف الغضب اللي أنا فيه، أنا مرة مليانة غضب. يا رب. أنا بس ينرفزني هالشيء لأنه مرة مليان ناس أسمعهم كثير، وفي ناس يعني لما مثلا أمها تغلط عليها ولا أبوها ولا مدري إيش وتروح تشكي لصديقتها ولا بنت خالتها ولا بنت عمتها وتقول لها ماما سوت كذا، تقول لها معليش هذه أمك في الأخير، يعني عادي خلاص إذا هي أمك يعني إيش لازم تتحملي، لا 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 لا، أنا ربي خلقني ليش أسمح لأي إنسان في هالدنيا مهما كان أم ولا أب، أمي ولا أبوي ولا جدتي ولا خالي يضربني؟ هذه البشرة، هذه الكتف ربي خلقه، ربي سواه، وأنا أحترمه وما رح أخلي أي أحد في الدنيا يؤذيني ويؤذي كتفي، أوكي؟ ولا يؤذي أي شيء فيها، ولا حد يجي ويؤذيني ويتعدى علي جسديا لفظيا أي شيء لو كانت أمي ولا أبويا. وإذا أنا ما أتعلمت كيف أحترم نفسي ما راح أحد يحترمني، لازم أنا أحترم نفسي وأحترم أني هذا جسدي، أحترم جسدي وأحترم نفسي حتى لو قدام أمي وأبويا وقدام كل العالم، أنا أحترم نفسي وما أسمح لأي أحد يؤذيني. كذا أنت تصير مثال لكل إنسان في الدنيا أنه يتعلم كيف يحترم نفسه ويتعلم كيف يقدر نفسه وجسمه، يقدر إن خلقة ربي،
إذا أمك وأبوك ما يعرفوا كيف يقدروا خلقة ربي اللي هي أنتي وما يشوفوك كنعمة كهدية، فليش ليش أسوي زيهم؟ لا، أنا أشوف أني أنا هدية من الله، نعمة منه، وأني أنا يعني شيء ثمين، أنا ماني شيء رخيص أحد كذا يجي يأذيني ويضربني ويسبني يتلاعب فيه في مخي ولا في مشاعري. أنا ما راح أسمح لهالشيء لا من أمي ولا أبويا ولا جدي ولا خالتي. فلما الأم والأب ينتبهوا لأولادهم ويأكلوهم يشربوهم يعلموهم يدرسوهم وما أدري إيش كل هالأشياء، هذا واجب، ما هو جميل يترد، هذا واجب، هذه مسؤولية الأم والأب، هذا لازم يكون شيء طبيعي، هذا الشيء الواجب إن الأم والأب يتحملوا مسؤولية أطفالهم يأكلوهم يشربوهم. لازم أنت بالعكس تشجعهم إنه يكونوا مستقلين، يتعلموا كيف الحياة، يخططوا أشياء بنفسهم، يستخدموا مواهبهم اللي الله عطاهم إياها، تساعدهم في حياتهم وفي نشأتهم وفي رحلتهم، هذا هو دورك. لكن ما ينعكس الأدوار، هذه المشكلة إنه عندنا في العالم العربي التفكير اللي هو إنه خلاص يلا نعكس الدور، يلا أنت الآن صرت أبويا وأمي، أنا صرت البيبي. لا والله، أنا لو إيش ما حخلي ولدي يصير هو أبويا، متى يصير هو إنسان يعني بالغ وحر ويكون له يعني فرديته individuality هويته الخاصة، متى يكون عنده هويته الخاصة؟ إذا أول ما خلاص بلغ وعرف وخلاص صار خدام لك، صار عبد لك، متى هو يعيش حياته؟ أنا ما رح أسوي كذا، لو قررت أجيب أولاد ما رح أخليهم هم يعبوا الفراغ اللي عندي، لما أتعلم كيف أنا أعبي هالفراغ بعدين وقتها راح أفكر أجيب أولاد. هالمشكلة إنه كثير ناس يجيبوا أولاد وهم نفسهم كلهم مشاكل، نفسها هي كلها مشاكل نفسية ما حلتها، بس تروح تجيب أولاد. بس عاد في أشياء يعني تكون ظلم، يعني في ناس يزوجوا أولادهم وبناتهم هم أطفال. فالنقطة الأخيرة بتكلم عنها في دي الفيديو، يمكن أسوي فيديو ثاني وأكمل أطلع حركتي لأن أنا عندي كثير بنفسي، إنه ما في فردية. هذا اللي لاحظته في يعني مجتمعاتنا العربية، إنه ما في تشجيع للفردية للاستقلالية، إنه أنت إنسان لك كيان، لك آرائك الخاصة، هواياتك، لك موهباتك الخاصة. ربي خلق كل إنسان وأعطاله مواهب مختلفة عن غيره. ليش احنا كذا نخلي ما في فردية للإنسان؟ عاملونا كلنا كواحد، كل الأفراد العائلة يكون كلهم رأي واحد، رأي واحد يكون ايش عادة؟ اللي هو متحكم في العائلة، اللي هو في التوب، يا هو الأب أو الأم، واحد فيهم هو اللي قاعد يقرر آراء كل الأفراد اللي في العائلة. هذه مشكلة، عادة يكون الأب، لأنه طبعا في مجتمعاتنا دائما عادة يكون هو الذكر، هو اللي متحكم بكل شيء. فطبعا إذا هو اللي متحكم بكل حاجة فأكيد باقي العائلة تكون على تحت رحمة هالإنسان، فعادة الزوجة تكون تحت رحمته لأنه هو بكيفه يقرر إذا يعطيها إذن إذا تبي تروح هنا ولا تسوي كذا ولا تسوي كذا، وكمان هو اللي يقدر يطلق، صح؟ الزوج هو اللي يقدر يطلق ولا ما يقدر يطلق. في مجتمعنا يعطوا الذكر قوة أكثر، فطبعا يعني إيش أوتوماتيكلي طبيعيا حتصير الزوجة تحت، هو اللي يقرر، فأكيد هو كلمته هو دائما اللي تكون أوكي، هي اللي في الأخير يستند عليها كل شيء، الرأي هو المهم وأهدافه وأحلامه راحته هو المهمة، الباقي كل مو ذيك الدرجة. ما في تشجيع إنه الكل طفل يكون الإنسان اللي كذا ربي مكتوب له يكون، لا لا لا، لا. عندنا إنه لا، لازم تسمع كلام أبوك،
يعني ايش ابوك قال لك تصير دكتور تصير دكتور، حتى لو انت ربي ما اعطاك موهبه الطب مثلا، اعطاك موهبه شيء ثاني هندسه ولا ما ادري ايش، فيعني انه خلاص لازم تصير زي ما قال ابوك ويلا روح وسوي مشاكل في المستشفى. ضيع يعني، والموهبة اللي ربي عطاك إياها ضيعها، خليها تروح على الفاضي بس عشان إيش؟ رضا الأم والأب زي ما يقولوا. هذه المشكلة إنهم مرة دائما يقولوا رضا الأم رضا الأب رضا رضا رضاهم رضاهم رضاهم، كأنه يعني كأنه أتعدى رضا الله كمان. حتى وكمان بعض الأمهات والأباء يستخدموا هالبطاقة، يستخدموا هذا الشيء كعذر انه يتحكموا فيه في اولادهم، انه ربي قال اذا ما فرحتيني انت ما حتروحي الجنه، اذا ما رضيتيني ما حتروحي الجنه، فلازم رضا الوالدين عشان رضا الله، اذا احنا ما كنا راضين عنك فانت حتروحي النار، يعني كنا احنا اطفال يعني. طب ورضايا انا ماني انسانه، انا يعني انا ما انا ايش، انا عبده كذا ربي خلقني عبده لكم، انا ما عندي ارائي الخاصه، ما عندي رغباتي الخاصه، احلامي الخاصه، انا ايش؟ لا انا خلاص يعني اطنش رضا نفسي، ما يحتاج ارضي نفسي، اهم شيء بس ارضيكم انتم. لا ترى يعني الانسان، كل انسان مسؤول عن سعاده نفسه بس، انا ماني مسؤوله عن سعاده امي وابويا واختي وخالي وعمي واخويا، انا ماني مسؤوله عن سعاده الناس، كل إنسان مسؤول عن سعادة نفسه بس. في أشياء كثيرة بس حخليها في فيديو ثاني، خلاص يكفي اليوم، إن شاء الله استمتعتم. إن شاء الله استمتعتم، أنا عارفة أن في بعض الناس حتعصب ويقولوا لا بس الأم والأب، وهذا بس حيثبت كلامي. anyway إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تسووا لايك وسبسكرايب وزر الجرس وباتريون إذا حبيتوا تدعموني، الرابط في الأسفل، ولا تنسوا البث كل يوم جمعة، أشوفكم يوم الجمعة الساعة 9 مساء توقيت السعودية. أوكي بس باي.